السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي المشاهدين الأعزاء، قناتكم إبراهيم ديال عقارات مكناس. اليوم سنقترح عليكم عقار من الفئة الكبيرة التي تتواجد في منزل التي تكون نسبي أربعة نتاع طوابق. العمارة نتاع اليوم تتوفر لنا على الأسانسور وعلى السوسول بالنسبة للسيارات. مساحة إجمالية نتاع الشقة نتاع اليوم 110 متر، بالنسبة للمساحة الصافية للمساحة نتاع التيتر تقريبا 96 متر، 98 متر. تتكون لنا من صالون اللي حنا تنتواجدو فيه حاليا، عندنا وسط الدار ممكن تكون فيه كليسه نتاع الصالون مونجي. تصدر تبارك الله كما تشوفوا جايه مرتفعه. بالنسبه للصالون جاي مهزوز بواحد الدريجه صغيره، وعندنا ثلاثه نتاع الغرف نتاع النوم. بالنسبه لهاد الشقه الديكل فكانت معروضه ولا كانت مبيوعه من قبل، شقه مستعمله كانت مسكونة ولكن ماشي لشي وقت لي هو طويل، لأن حتى العمارة مازال العمارة جديدة. بالنسبة للموقع فتنتوجد اليوم في حي كاميليا بيلير. كما لاحظنا الغرفة رقم واحد، بالنسبه للشقه نتاع اليوم جي شكل نتاع بحال جات اوبوزي. الغرفه رقم جوج هي عباره على غرفه نتاع الوالدين، غرفه بالبلاكار نتاعها والحمام الخاص نتاعها كما تلاحظوا. الغرف تبارك الله المساحات اليوم كبار. بالنسبه للثمن نتاع الشقه 43 مليون، قرابي ان شاء الله لن يقش. الحمام الخاص في الغرفة نتاع النوم هو هنا، فيه رشاش نتاعو فيه التواليت أعزكم الله، فيه لافابو. وعندنا هنايا بلاكا ديال الكسون، العقار نتاع اليوم عقار ممتاز. ثلاثة نتاع الغرف، صالون وسط الدار. هذا الثمن، هذا مساحه كما تشوفوا تبارك الله كبيره. جات العماره على الشارع الكبير. عندنا هنا الغرفه رقم ثلاثة كما لاحظنا تبارك الله، حتى الغرف تبارك الله المساحات اللي هما كبار. بالنسبه للواد راه كامل الكتريك. الشقة تبارك الله راه ضاوية مهوية مزيان. بالنسبة لأي استفسار ولا أي معلومات فقط يكفيكم أنكم تصلوا بالرقم تاعنا، نديروا معكم إن شاء الله زيارة لأي مكان نكتشفوا بعقار عن قرب. عندنا هنايا المطبخ كما تلاحظوا، المطبخ تبارك الله المساحة اللي هي كبيرة بلي بلاكار نتاعو الفوق والتحت. كما ذكرت فإن الشقة راه مستعملة كانت مسكونة من قبل، وظروف خاصة نتاع صاحب هذا العقار هذا ممكن أنه جا انتقال بالنسبة للعمل نتاعو في مدينة أخرى، وعطانا هذا العقار هذا أننا نقترحه للبيع. عندنا هنا الدخلة تلقاو الحمام والطواليت أعزكم الله، حمام هو مفترض. عندنا في العمارة ديال الأسانسور كما ذكرت الكراج نتاع الطوموبيلات. هذا العقار هو هذا، تندخلو مباشرة تلقاو الصالون. عندنا هنا صالون لونجي ولا وسط الدار، مطبخ كما تنشوفو اللي هو هذا مطبخ كبير، ممكن أنك دير فيه شي كليسة هنا مثلا نتاع شي كليسة صغيرة.
وثلاثة نتاع الغرف، الغرفة اللي سميناها الغرفة رقم واحد، الغرفة رقم جوج لقينا فيها البلاكار ولقينا فيها الحمام، والغرفة رقم ثلاثة هي هذه حتى تبارك الله المساحة كبيرة. وصلنا نهاية الفيديو، تنشكركم على الوفاء نتاعكم وعلى تتبع الفيديو حتى لهذه المرحلة، دمتم في رعاية الله، وإلى عقار آخر وشقة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.